السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة منوعة فاطمة. أتمنى يا ربي هالفيديو يلقاكم صحة جيدة إن شاء الله، وتكونوا دوزتوا العيد بخير وعلى خير، وتكونوا كتستمتعوا بالصيف. اليوم جبت لكم فيديو ترفيهي، نفوجوا شي شوية على راسنا، نخرجوا من الكوزينة. هذا واحد المهرجان اللي بغينا نسميوه، كيكون في مينيسوتا من قديم من 1940، كيتسمى مينيابلس اكواتينيال. فيه بزاف ديال الانشطه. انا صبرت لكم بعدا هذا ديال التزلج على الماء، من بعد ان شاء الله غادي نصور لكم الايفنتات الاخرين اللي نقدر نحضر لهم، حيت كاينين بزاف وكيكونوا في نفس الوقت، ما نقدرش نحضر لهم كاملين. المهم اللي قديت عليه راه غادي نصور لكم. المهم بلا ما نكثر عليكم الهضره، نخليكم تستمتعوا بالفيديو، وما تنساوش قبل ما تخرجوا كما كنقول دائما، ما تنساوش اللايك، وتشتركوا المحتوى مع الاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. عفوا، شكرا لكم على الدعم المستمر، والى فيديو قادم ان شاء الله.